أهلا بنات، اليوم وصلت تربيتي من شي قلام، وقلت أصور لكم أوريكم الأشياء اللي عجبتني والأشياء اللي ما عجبتني. صحني تهورت صراحة وطلبت أشياء كثير، بس يلا نجرب. طلبت الأيشادو هذا، ألوانه صراحة بالنسبة لي أساسية، درجات البني بس مرة مرة درجاته حلوة، ما استغني عن الدرجات أبدا. وهذا ألوانه مرة جريئة، يعني اللي تبي تسوي كذا لوكات جريئة وغريبة مرة بيعجبها، مرة الألوان حبيتها. وهذا بلاشر في 6 درجات كلها حلوة، مرة عجبتني. وهذا لا تعليق صراحة، أترك التعليق لكم، يعني رموش وعليها فراشات. والهايلايت خيال خيال، أحلى شيء طلبته، يعني مرة مرة خيال. والبلاشر السايل هذا مو أول مرة أطلبه، عندي كل الدرجات. هذا الفاتح يناسب البشرة البيضاء، ما يناسب الحنطي أبدا، وهذا أتوقع بيعجب المراهقات، يعني من شنو هم يحبون الأشياء هذه. وفي جهة زي كذا وجهة آيلاينر مرة ثابت مرة.